ربهم على بينة وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا فيها فوج سألهم مكانتها لم يأتكم نذير قالوا فما قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فأقروا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير ألم يروا إلى الطير فوقهم الصافات وقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو ذو لكم ينصركم من عدو الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وهو فيه تحشرون وقولون متى عن هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقلوبهم الذين كفروا وقيل ما غرض كنتم به تفعلون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون Allah.
سبحانه.